السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا محمد أنيس، والفيديو ده هنشرح إعدادات سيرفر ESXi علشان يبقى جاهز للعمل. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن إيه هو السيرفر وإيه هي متطلبات تشغيله، وكمان شرحنا طريقة تنصيب السيرفر وطريقة تشغيل السيرفر لأول مرة، وإزاي تعمل IP علشان تقدر تشغل السيرفر من خلاله. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت، اللينكات بتاعتها في الوصف تحت الفيديو، لازم تشوفها ضروري جدا قبل ما تشوف الفيديو ده، لأن الحلقات بتكمل بعضها، فما ينفعش تشوف حلقة قبل ما تشوف الحلقة اللي قبلها. هننتقل دلوقتي لشرح ازاي نفتح السيرفر عن طريق IP الخاص بيه، وشرح الاعدادات الاساسية للسيرفر علشان يكون جاهز للعمل. طيب دلوقتي احنا شرحنا في الدرس اللي فات ازاي نعمل IP للسيرفر وازاي نختار كارت اللان اللي احنا بندخل منه على السيرفر. دلوقتي بقى احنا في الدرس دوت معانا الاي بي بتاع السيرفر وموصلينه على نفس النتورك اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، عايزين بقى نفتح السيرفر. طيب هنفتح السيرفر ازاي؟ ده بيبقى عن طريق برنامج اسمه VSphere، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو عشان لو عايزين تحملوه. هو ده البرنامج، هنفتحه كده. طبعا احنا كنا عاملين IP السيرفر بتاعنا في الشرح اللي فات 192.168.150.150، وما تنساش تكتب نفس رينج الاي بي هات دوت في الكمبيوتر عندك عشان تقدر تفتح الاي بي ده. اول ما البرنامج يفتح هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت. هيجي هنا اول اختيار هيقول لنا IP address، هنكتب IP السيرفر بتاعنا هنا، واليوزر نيم هيبقى طبعا root، والباسورد هيبقى الباسورد اللي احنا عملناه للسيرفر واحنا بنسطب. هيجي لنا الرسالة ديت، هندوس له ignore وننتظر السيرفر لحد ما يفتح. طبعا السيرفر فتح دلوقتي، هو دلوقتي بيقول لي ان هو اداني 60 يوم مجاني، وبعد 60 يوم دول ما يخلصوا السيرفر هيبقى بفلوس، يعني هيقف ومحتاج ترخيص. طب ازاي نقدر نشغل السيرفر اكتر من 60 يوم؟ طبعا انت ممكن تخش على موقع شركه في ام وير وتشتري نسخه الاي اس اكس اي الرسميه، او ممكن تشوف اي سيريال تدور عليه على النت، ممكن السيريال ده تحطه عندك في السيرفر ويشغل لك السيرفر انليمتد مجاني. لو دورت على جوجل او يوتيوب هتلاقي سيريالات كتير او مجانيه. طيب دلوقتي هندوس اوكي، نقول له ماشي، احنا محتاجين نجرب على 60 يوم دول لحد ما نجرب السيرفر. وبعد كده هشرح لكم دلوقتي ازاي لما يبقى معانا السيريال نقدر نخش نحط جوه السيرفر. طيب اول اختيار هنختار، هندوس على الاختيار دوت اللي هو انفنتوري، هيظهر لنا البرنامج بالشكل ده. هو كده بما ان هو ظهر بالشكل دوت يبقى كل الاعدادات بتاعتنا مظبوطه، واحنا فتحنا السيرفر بتاعنا بشكل سليم من غير اي مشاكل. احنا دلوقتي هنتكلم عن كل حاجه في الاختيارات اللي فوق دي، الحاجات الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. اول حاجه عندنا getting started، وانا كاتب لنا شويه معلومات لو حد عايز يقراها ممكن يقراها، بس مش هتفيدنا دلوقتي لان احنا هنتكلم عن حاجات اهم. الحاجات دي كلها احنا عارفينها واتكلمنا عليها في اول فيديو. هننتقل لتاني اختيار اللي هو summary، وده اهم اختيار لان هو اللي بيقول لنا على كل حاجه موجوده في السيرفر عندنا. يعني مثلا لو جينا على جنرال هنلاقي ظاهر قدامنا دلوقتي كل المعلومات اللي موجوده عن السيرفر هنا، يعني مثلا البروسيسور بتاعي نوعه ايه، مثلا بروسيسور تايب هنلاقي انتل كور 2 كواد، البروسيسور فيه كام كور، فيه 4 كور، وهنا هيقول لنا عدد السوكتس اللي في المذر بورد عندنا قد ايه. يعني احنا مثلا لو مركبين 2 بروسيسور، لو عندنا كيسه بتشتغل ب 2 بروسيسور هنكتب لنا هنا 2، هنا هيقول لنا الفيرجن مثلا بتاع الاي 6 اي، انا عندي فيرجن 6. يعني شويه معلومات اساسيه انت المفروض انت بتبقى عارفها وبتتاكد منها لما تفتح السيرفر. طيب الاهم بقى اللي هو الجزء اللي على اليمين ده، الجزء اللي على اليمين دوت بيقول لنا البروسيسور بتاعنا، يعني هو مثلا البروسيسور 4 كور وقوته 2.8 جيجا هرتز، يعني مجموعه 11000 جيجا هرتز وكسور تقريبا. هو دلوقتي بيقول لنا ايه المستهلك من السيرفر، وده اللي اتكلمنا عليه في الدرس الاولاني، ان احنا بنشوف ايه المستهلك من السيرفر عندنا بناء على القرايات اللي قدامنا. يعني احنا دلوقتي عندنا بروسيسور 4 كورز 2.8 جيجا هرتز، وعندنا رام 8 جيجا. دلوقتي احنا مش مسحوب حاجه من البروسيسور عندنا خالص، لان طبعا احنا لسه ما سطبناش على السيرفر اي حاجه، فبالتالي مش هيبقى مسحوب حاجه من البروسيسور عندنا، والرام مسحوب منها الكافي ان هو يقوم النظام. طيب احنا مع الشغل بقى، انت بتيجي هنا في القايمه ديت بعد ما بتسطب الحاجات بتاعتك وبعد ما تتاكد ان كل حاجه شغاله، بتيجي بقى تراقب البروسيسور والرام وتشوفهم كل شويه مسحوب منهم قد ايه. لو لقيت في وقت مثلا البروسيسور بيتسحب جامد على الاخر او الرام اتسحبت على الاخر، يبقى ده بسبب ان انت مسطب حاجات كتير جدا، ضغط على الرام والبروسيسور، وانت محتاج رام اعلى او بروسيسور اعلى. فدي اهم خانه لازم تتابعوها جدا، علشان لو اترفعت عندكم في اي وقت للاخر معنى كده ان انت مسطب حاجات كتير قوي على السيرفر والسيرفر مش قادر يتحملها، ولازم تعلي من امكانيات السيرفر ده. تالت خانه عندنا وهي فيرجوال ماشينز. فيرجوال ماشينز ديت طبعا احنا لسه مش مسطبين اي فيرجوال ماشين خالص، مش مسطبين اي نسخه عندنا خالص، بالتالي مش ظاهر عندنا اي حاجه. بس لو احنا مسطبين الفيرجوال ماشين بتاعتنا بيظهر لنا عندنا هنا كل فيرجوال ماشين، وبيكتب لنا جنبها كل فيرجوال ماشين سحب قد ايه من البروسيسور وسحب قد ايه من الرام. طيب بقيه القوائم الثانيه دي مش هتفيدنا بحاجه دلوقتي، هنبقى نشرحها بعدين. يعني كل برضه اللي بيبقى فيها بيانات عن الفيرجوال ماشينز اللي عندك والحاجات اللي موجوده عندك،
ودي بيبقى فيه جراف مثلا هنا بيقول لك، بيبقى رسم بياني يقول لي السيرفر بتاعي البروسيسور كل وقت من اليوم كان مسحوب منه قد ايه. تقدر تتابع استهلاك البروسيسور والرام في الاوقات اللي انت ما بتبقاش موجود فيها. طيب نيجي هنا بقى الكونفيجريشن، ودي اهم خطوه عندنا اللي هي كونفيجريشن. هنتكلم هنا عن الحاجات المهمه اللي احنا هنحتاجها في كونفيجريشن، هنشرحها بالتفصيل لان ديت اللي هتساعدنا ان احنا نشتغل على السيرفر في الفتره اللي جايه. طيب ايه اهم الحاجات اللي عندنا هنا في كونفيجريشن؟ اول حاجه مهمه اللي هي البروسيسورز. هنشوف هنا هيظهر لنا البروسيسور بتاعنا ونوع البروسيسور بتاعنا ايه وقوته كام جيجا هرتز وفي كام كور وعندنا كام سوكت مركبين فيه بروسيسورز في الكيسه بتاعتنا. طيب هنيجي هنا عند ميموري وهيقول لنا الميموري بتاعنا اللي هي الرام كام جيجا عندنا هنا، وفي برضو عندنا هنا ستورج هيقول لنا الهارد اللي احنا مركبينه كام جيجا. وانا مثلا مركب هارد واحد 32 جيجا، فظهر لي هارد واحد اللي هو 32 جيجا دوت. طبعا انا مش مركب هارد كبير علشان احنا بنجرب بس النهارده على الفيرجوال ماشين ديت، فدي مش حاجه اساسيه، انا عاملها بس للتجربه. خامس اختيار هو نتوركينج، وده حاجه مهمه جدا عندنا لان ده اللي هنستخدمه ان احنا نعمل كارت لان لكل فيرجوال ماشين ازاي، وهنتعلم برضو ازاي نعمل سويتش وهمي نربط بيه بين الفيرجوال ماشينز وبعضها. يعني مثلا لو عندنا سيرفر دمج وسيرفر توزيع، ازاي نربط بينهم وبين بعض بسويتش وهمي بحيث ان يكونوا السيرفرين مربوطين ببعض جوه السيرفر داخليا من غير ما نربطهم باي كابلات خارجيه. عندنا برضو اختيار نتورك ادابترز، وده بيظهر عندنا كروت اللان بتاعتنا اللي موجوده على السيرفر. طبعا انا عندي كارت لان واحد بس مركبه دلوقتي اللي هو كارت اللان دوت. انت عندك اكتر من كارت لان، هيظهر لك كلهم تحت بعض. نيجي هنا للسوفت وير لايسنسد، ودي الخطوه بتاعه الترخيص. يعني مثلا لو انت معاك السيريال او جبت السيريال بتاع النسخه بتاعه الاي اس اكس اي، بتيجي هنا وتدوس على ايديت، وتيجي هنا على اساين ا نيو لايسنس كي تو ذيس هوست، وتدوس على انتر كي، وتكتب السيريال بتاعك هنا وتدوس اوكي، وبعد كده بتدوس اوكي هنا تاني فالنسخه تتفعل معاك. هنا عندنا برضو تايم كونفيجريشن، ودي اللي بنظبط منها الوقت والتاريخ بتاع السيرفر بتاعنا، ولازم تتاكد ان هم مظبوطين. وهنا هنلاقي فيرجوال ماشين ستارت اب اند شات داون، ودي برضو من الخطوات المهمه جدا لان لما يبقى عندنا فيرجوال ماشينز هنا كتير هندوس على بروبرتيز ونلاقيهم ظهروا عندنا هنا كلهم. وهنا بتختار الفيرجوال ماشينز بتاعتك تشتغل اوتوماتيك اول ما السيرفر يشتغل، ولا انت لازم تخش تشغلها، وهل تشتغل بعد ما السيرفر يشتغل على طول، ولا بتشتغل بعد وقت معين انت بتتحدده لها لما تيجي تشتغل. هنشرح كل الكلام ده في الفيديو الجاي لما نسطب اول فيرجوال ماشين. طيب هنا خلصنا كده كل حاجه مهمه احنا محتاجينها في قائمه كونفيجريشن. يعني اللي انا قلته دلوقتي ده دي الحاجات الاساسيه اللي احنا هنستخدمها. طب الحاجات التانية ديت دي حاجات زياده احنا مش هنستخدمها خالص الفتره ديت، هنبقى نعمل عنها فيديو منفصل بعدين، بس احنا شرحنا دلوقتي الحاجات المهمه اللي احنا نحتاجها علشان نستخدمها في الفتره اللي جايه. طيب لو حبيت بقى تعمل للسيرفر ريبوت او شات داون، بتيجي هنا على انفنتوري وتيجي على هوست، بتلاقي عندك شات داون او ريبوت. وبكده نكون انتهينا من شرح الاعدادات الاساسيه اللي بنعملها ببرنامج في اس فير علشان تخلي السيرفر جاهز لانشاء اول فيرجوال ماشين او اول مكنه او اول نسخه هنسطبها على السيرفر. استنونا الفيديو الجاي علشان هنبدا تسطيب اول نسخه على السيرفر ان شاء الله. شفنا ازاي نفتح السيرفر وايه الاعدادات الاساسيه بتاعته. استنونا بقى الحلقات الجايه علشان هنشرح ازاي نكريت اول فيرجوال ماشين على السيرفر علشان نحط عليها مايكرو تيك مثلا او ويندوز. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك فيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حلقاتنا الجاية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.